ظاهرة ومشاهد غريبة عم تتسبب بذعر لكتير من الناس، وعم ينتج عنا تحليلات منطقية وتحليلات غير منطقية، تساؤلات واستنتاجات عم بتهز وتغزو العالم بأسره، لغز عم يصعب حله عند كل العلماء. ظاهرة لحيوانات عم تلف حول نفسها بشكل دائري مثير للدهشة. يا ترى شو علاقة دوران الحيوانات بعلامات قيام الساعة؟ وشو علاقة خلل التوازن المغناطيسي بظهور الشمس من مغربها يلي هي كمان أحد علامات قيام الساعة؟ وهل فعلاً هاي الأمور هي من الأمور العظام اللي رح يكون آخرها خروج المهدي والمسيح الدجال؟ وشو ناطرنا ب 2023؟ تابعوا الفيديو للنهاية كرمال نوصل للحقيقة، وبداية ما تنسوا التفاعل والاشتراك بالقناة كرمال توصلكم كل القصص الجديدة. فالفيديو الأول كان لمجموعة خراف عم تدور حول نفسها لأكثر من 3 أيام بشكل مستمر، يعني بدون ما تتوقف ولو دقيقة واحدة. الفيديو الثاني كان لمجموعة نمل عم تلف حول نفسها بشكل بيشبه الطواف حول الكعبة المشرفة. وفيديو الأسماك اللي كانت مشكلة دوامة من شدة دورانها حول نفسها. هالفيديوهات كونها غريبة كانت تفسيراتها خطيرة. فأول تفسير يلي هو أخطر تفسير هو انه صار خلل بالتوازن المغناطيسي او المجال المغناطيسي للارض. هالخلل هو انه الارض بصير فيها ترحيل للقطب المغناطيسي، يعني الارض بتدور حول نفسها وبتلف حول الشمس لتنقلب وتطلع بعدها الشمس من المغرب، وهي واحدة من علامات قيام الساعة. وبسبب هالخلل الحيوانات بتصير تدور عكس عقارب الساعة، يعني باتجاه واحد. تفسير الثاني اللي هو منطقي أكثر هو إنه الحيوانات بتستشعر الكوارث الطبيعية يلي هي زلازل وبراكين، يعني بتحس قبل وقوع كارثة الزلزال أو انفجار البركان وبتبعد عن هالمنطقة. وهذا الشيء منطقي وسبق وصار بكتير أماكن، هربت الحيوانات منها وبعدها فورا صارت زلازل كارثية ومدمرة. واحد من هالزلازل كان بالصين سنة 1975. العالم حسوا بحركة غريبة للحيوانات وبعدها حدث الزلزال فعلا. وفيديو الخراف كان له تفسير كمان منطقي نوعا ما، وهو انه الخراف بصيبة بكتيريا اسمها الليستيريا، تنتقل للخراف عن طريق الاكل الفاسد وبتسبب مرض اسمه الليستيريوسيس. هذا مرض بدمر الجزء الشمالي من عقل الحيوان وبيفقد توازنه فبتصير تصرفاته غريبة. أما دوامة النمل، فالنمل بيشكل مجموعات لما بيكون عم يغير مكان سكنه أو عم يبحث عن الأكل. هاي المجموعة بيكون إلى قائد، والنمل عنده وفاء كبير، فأي تصرف بيتصرفه هالقائد هنن بيتبعوه. فلما القائد يضيع وجهته بصير يدور حول نفسه والكل بيعمل مثله هيك لحد ما يموتوا. والسمك بيعمل دوامات ضخمة جدا، وهذا شي معروف لأسباب كتيرة. أول سبب إنه يخوف الحيوانات المفترسة، فالأسماك الصغيرة بتحاول تقرب من بعضها بهالشكل كرمال تبين قوية. والسبب الثاني إنه بتعمل هالشكل الدائري لما بدها تاكل، يعني لما بدها تهجم على فريستها بتعمل هذا الشكل الدائري كرمال تخلص عليها، وكمان لما تكون عم تنتقل من مكان للتاني بتعمل هذا الشكل الدائري. إذا رجعنا شوي للفيديوهات يلي منشورة على اليوتيوب منشوف إنه هاي الفيديوهات إلى 7 سنين، وفي فيديوهات إلى 12 سنة. ولما ندخل على الكومنتات كمان بنشوف نفس الضجة يلي هلأ مجتاحة مواقع السوشيال ميديا، وانه الساعة قربت وانه هاي واحدة من علامات قيام الساعة. بس ما في اي شيء بيثبت انه فعلا هي علامات قيام الساعة، وهيك بتبين معنا انه هي كلها ظواهر طبيعية ومؤكد انه طبيعية من زمان. ولو كانت فعلا واحدة من علامات الساعة كانت من 12 سنة قامت لقيامة وخلصت. وكرمال يكون عندكم معرفة أكبر وتطمنوا أكثر رح نحكي عن علامات قيام الساعة. قيام الساعة كلنا عنا يقين تام بقيام الساعة، وعلامات قيام الساعة انقسمت لعلامات صغرى وعلامات كبرى. طبعا الساعة بتجي بغتة، يعني فجأة، ما في تاريخ معين، يعني أنا ما رح لكم الساعة رح تقوم بيوم 2 أو 3 الساعة 12 أو 3 الظهر بتاريخ 2021 2023، لا
رح تجي فجأة. وعلامات الساعة الصغرى يلي تحقق منها هو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته وانشقاق القمر، وهو أحد معجزات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وصارت بمكة قبل الهجرة النبوية بوقت طلبوا المشركين من سيدنا محمد أي معجزة أو آية بتدل على صدق دعوته. وبهالوقت انشق القمر لنصفين، الشق الأول كان على جبل أبي قيس والشق الثاني كان على جبل قعيقان، وبعدها فتح بيت المقدس وانتشار الطاعون بولاية بلاد الشام الإسلامية. وقتها صار مجاعات كتيرة وكان أول طاعون بيطلع بالبلاد الإسلامية وكثر الموت بوقتها. ونار الحجاز التي أضاءت أعناق الإبل ببصرة عام 654 هجري، وبقيت الحمم البركانية عم تتدفق لمدة 3 أشهر تقريباً، ومن شدة الحرارة والحمم فكروا العالم انه خلص هاي هي النهاية. هاي العلامات يلي تحققت، اما علامات الساعة الصغرى يلي لسه ما تحققت فهن عودة جزيرة العرب جنات وانهار وانفتاح الاهلة، يعني منشوف الامر ببداية ظهوره كتير كبير وضخم، وتكليم السباع والجماد للانس، يعني بتكون قاعد بامان الله بتلاقي طاولة او حيط عم يحكوا معك وحيوان جاي يحكي معك كأنه واحد من البشر. عقد ما الموضوع ممكن يكون مضحك هلأ، عقد ما هو مرعب وبيخوف لما يصير. أما علامات قيام الساعة الكبرى فهن ظهور الدجال ونزول عيسى ابن مريم وظهور يأجوج ومأجوج، هدم الكعبة وظهور دابة تكلم الناس، والدخان وطلوع الشمس من مغربها، والخسوفات الثلاثة والريح الباردة وخروج النار. يعني ما في أي دليل بيثبت أنه حركة الحيوانات الغريبة هي واحدة من علامات قيام الساعة. قيام الساعة شيء كتير كبير، بس نحن كمسلمين ما لازم نكون خايفين من هذا الشيء، لأنه منعرف أنه في يوم للحساب، فلازم نكون عم نشتغل لهاليوم. وناطرة آراءكم بالكومنتات.